افتح جفنيك. أخت بثبات، ستتبدى لك معالم الطريق. امضي قدما نحو أحلامك، لكن تمهل، احبس أنفاسك، استشعر هيبة ما ينتظرك، تأكد من دقة حساباتك، وعندما تسلط الأضواء عليك وتشير الأصابع نحوك مشعلة الحماس في صدرك، اعلم عندها أن المنافسة قد انطلقت. تبدأ المنافسة، تنطلق ويحتدم السباق، ولكن لماذا نتنافس؟ ما الذي يدفعنا لذلك؟ ربما هي رغبة عارمة تجتاحنا لبلوغ المجد. نتنافس لبلوغ القمم، وقد نتنافس لنسمع العالم لحنا شجيا. وعند احتدام المنافسة ستمر عليك لحظات حاسمة. وكأن العالم قد توقف لحظة لينظر إليك ويتأمل متسائلاً، أين ستبلغ بك ذروة المغامرة؟ وإلى أين سيقودك شغفك؟ للمجد، للربح الوفير، للألقاب. وإلى أين سينتهي بك التنافس في عالم تتسع فيه الأهداف والآمال؟ ولكن هنا وجه آخر للتنافس يحيي داخلك أعظم المشاعر والأحاسيس، يدفعك لتحقيق رؤى خلاقة وأهداف طموحة. هنا نتنافس لنجعل التقنية ارتقاء بحياتنا، ونرن نحو آفاق فسيحة من أجل مستقبل مشرق، لتضيء الدنيا فرحاً، لتضيء الدنيا في أعينهم. حيث التقنية تبسط المعرفة وتجعل الخدمات في متناول الجميع. نتنافس لنختصر الكلمات والدروب، ونقترب من الجميع، ونأخذ بأيدي المبتكرين والمبدعين، ونمضي معاً قدماً نحو هدف واحد. نتنافس ونشترك جميعاً من أجل مستقبل مزهر للوطن. سنتنافس وتتشابك أكفنا، ونشد أيادي من تأخر لنبلغ القمم سوياً، ونرفع الراية عالياً، ونعزف على وتر الإنجازات معاً. نتنافس لننسج لحظات متلألئة تبقى في الوجدان، لحظات تتواصل فيها النجاحات. هنا منافسة لها حكاية، حكاية تأخذك نحو بداية ليس لها نهاية. هنا المنافسة هي وثبة نحو القمة. جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية.